علينا كما حل على بقية العالم الإسلامي، لكن حل العيد وفي النفس ألم وحسرة. حل العيد وإذا المصائب لا تزال تترى علينا. كنا نأمل أن يحل العيد وقد فك قيد أسرى الموصل، وخرجت الموصل من أسرها وعادت لحضنها العراق الكبير، وإذا بالعيد ينزل علينا أفواج وجيوش من المهجرين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. أوصدت الأبواب بوجوههم ولم يبقى لهم إلا العراء يسكنون فيه، أطفال ورجال ونساء داخل الموصل يموتون في كل يوم وليلة. حل العيد علينا وكنا نأمل أن المهجرين سيعودوا إلى الفلوجة والرمادي وبقية المدن التي حررت، وإذا بالمهجرين يعانون. ودعنا عيدا واستقبلنا آخر، وإذا بالمصائب لا تزال تتكرر علينا. حل العيد علينا وكنا نأمل أن الانفجار والقتل والخطف سيقف. نحن في عيد وحق لنا أن نفرح بعيدنا، لكن المصائب والمصاعب تفرض نفسها علينا وعلى واقعنا، فلا أجد بدًا إلا أن أتكلم بها. أقول أيها الأحبة، يومنا هذا يوم عيد، فأظهروا الفرحة على قلوب الأبناء، صلوا الأرحام، أطعموا الطعام، ثم من بعد ذلك انتشروا في أرض الله جل وعلا وافرحوا، ولا تجعلوا من الحزن يخيم عليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن العيد للفرح، وهذا جزء من ديننا وليس منة أو ليس ترفيهاً، لأن الفرح بالعيد هو بنعمة الله جل وعلا علينا، وحذاري أن نعصي الله في يوم العيد.